ينتقض الوضوء، نواقض الوضوء، مبطلات الوضوء. إني أجتقادمز نعم ذاتلر تارتن بوديا. الخارج من السبيلين مطلقا، الخارج من القبل أو من الدبر، كل ما يخرج من القبل أو من الدبر فهو ناقض للوضوء. هم ذات خيثول سن برضات أمدن و إيثرتندن و أمدن يل ولسن وشومن ذش أخذات در يعني دل ولسن نعم برضه ولسن حكماني صورت نعم تارتن بوزيا ثرتندن و أمدن شقن نجاتت در باول مثلا أو غائط أو ريح مثال تشين نعم نجاثت أولي نجاثت ثيدك يا بول مثلا يل نعم أو مثلا دود حصى يا بول مثلا داس يا بول مثلا كاور آدم نرد ثغلة ثياب لداس تقب بلي ثين يا بول مثلا ثرتنن كاور آدم نرد نعمة تقب بلي قرشق تقب بلي نعم الثاني زوال العقل بنوم أو إغماء أو جنون أو سكر أو مخدر مثلاً. عقل نقدر ثا حكم عن ثورة نعمة تارت بذليا. يتث يتب أوقابث يا بول مثلاً أذنن قث يا بول مثلاً نعمة مجنون خالنا دشته يا بول مثلاً درمان أولن ثا يعني درمان أولن يعني يتر يان ديرمانر أولون ثدا أذنن خوشنن قثة خوشن يتر مكتوب تارت بادي نعم لكن النعاس مثلا لو نعس هكذا مثلا النعاس هذا إذا كان يشعر بنفسه أنه لم يخرج منه شيء فوضوءه صحيح، وإذا كان لا يشعر بنفسه وأنه قد يكون خرج منه شيء فوضوءه باطل. نعم كاور آدم إركليا إركليان دينامة eğer de sen irkilen vaktin özünü bilen olsan yani senin bir zat yel çıktı mı çıkmadı mı şodatlanı gayim mi olsan ama senin teratın bozulmayan irkilen vaktinle ama özün bilmeyen mi olsan yel çıktı mı çıkmadı mı ya bulmasa özünü ama doğal görünüştü bilmeyen mi olsan irkilen mi olsan ama teratın bozuluyor yani özün bilen mi olsan teratın bozulmayan akıl lahm el cezur akıl lahm el ibil ناقض الوضوء وحكماني تارتن بوزيان ذاتلن يني بير نعمة ديان اتن ايمك ديان اتن ايثن نعمة تارت المالي نعم كذلك الصلاة عليه السلام الردة كان يكون سب الرب أو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وضوء باطل الله تعالى ويض غورث بر آدم دين ننشط الله تعالى دين شك يترث بيخمر شك يترث ثو ثو يا بول مثلا دينم أثنين نقول ثو الله تعالى ويد قارثن بذات تردن شو الأدم دين ننتقى وشو الأدم شوم لنتهرة بذلي نعم إذا مس الذكر يستحب له الوضوء إذا ده إركك شيء أذ يا بول مثلا عيال كشي نعم أورط ديرني إلا ثا إم أم طرف النخ أورط ديرني يعني عيال كشي إركك كشي ذكرني إلثة قوني إلولن إشك بلنال قوني إلثة شنو نعم مستحب تارة المقلب نعم عندنا إشكال أنه إذا كان على أعضاء الوضوء يعني المرأة تضع أشياء على الأظافر أو يكون عليه من طلاء الجدران أو العجين يكون على أعضاء الوضوء لابد من إزالة هذه الأشياء قبل الوضوء Yeni hükman ünfermer zatlar ayarlarda köplens bolyan zatlar nama dırnağına lap koyan morsa ya bolmasa kraska kraska eden morsa ya bolmasa gipis bir zat düşün morsa eline tenine hükmani terat almal ağzaların birine yan kıyal zatlar düşün morsa bolmasa hamir olsun bolmasa yan kıyal manikür eden morsa şol zatlar hükmani suratı nama ayırıp su varmalı شل ذاتلرنا عيرمالي حكمان فورتو ثو درنانا أصل درنانا يقول مثلا تينينا تارتان مالي واجب تارتان مال أغضالانا حكمان فورتو ثو بارمالي